السلام عليكم. اليوم نتكلم على الأشغال نتاع تهيئة الطرقات في بلدية وادي سوف. إذن ونشوف هنا الصور أنه فيه عمل نتاع صيانة وتهيئة يعني في محيط على المدينة تاع وادي سوف، وهذا الشيء جد إيجابي، خاصة أننا نعرفوا باللي يعني الظروف المناخية تاع الجنوب اللي تتميز بالزحف نتاع الرمال، محاربة يعني مظاهر التراكم يعني الرمال حول الطرقات. هذا الشيء تحدي، تحدي يبقى تحدي. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.